سبع تغييرات عن التشكيل الأساسي لمنتخب إيطاليا قدام البوسنة والهرسك كانت كفيلة إن هي تخليها تفوز بنتيجة 1-0 على منتخب هولندا في ملعب يوهان كرويف. مانشيني بدأ بطريقة 4-3-3، ودي وايت المدرب المساعد اللي جه مكان كومان برضو بدأ بطريقة 4-3-3، لكن خلينا نشوف ازاي ايطاليا قدرت تخلي هولندا معظم الوقت مش قادرة ان هي تطلع من نص ملعبها. اول حاجة عملت البريسنج بشكل كبير على دفاعات هولندا، خلتها مش قادرة ان هي تبني هجمة او تطلع الكرة من نص ملعبها. شفنا ازاي انسيني وامبلي وكمان زانيولو التلاتة واقفين قدام دفاعات هولندا وضغطين عليها من قدام، ازاي سيليسيان كان بيضطر للاسف ان هو يلجا للكرات الطويله بسبب البلوكات اللي كانت عاملاها ايطاليا. غير كده كمان شفنا ازاي ان كان في طاق من دفاعات هولندا، ولكن للاسف ايطاليا ما استغلتهاش بالشكل الصحيح. كمان شفنا الكاونتر اتاك، التحول السريع من الدفاع للهجوم اللي قدرت ايطاليا ان هي تعمله، واعتمادها كمان على الجبهه الشمال من عند سبيانزولا وانسيني. 50% من هجمات ايطاليا كانت اعتمادا على الجبهة الشمال، وشفنا كتير سبيانزولا في موقف 2-1 فالتمان وهاد بوير، وللأسف كان بيتفوق عليهم. ما شفناش فينالدام بيرجع يدافع، بالعكس احنا شفنا مساحات كتيرة جدا في الناحية الشمال، شفنا رفعة من سبيانزولا لزانيولو ولكن للأسف ما قدرش ان هو يستغلها. شفنا كمان كورة الهدف اللي برضو اتعملت من الناحية الشمال بكورة ما بين جورجينيو وانسيني وامبولي، امبولي اللي نزل وكان بيستلم برضو الكوره من تحت وقدر ان هو يرفعها لباريلا، كانش عليه اي رقابه. برضو شفنا الكوره دي تابيكال بنفس الشكل وبرضو ما كانش فيه اي رقابه. في الشوط الثاني شفنا نزول مويسكين، ولكن للاسف برضو ما قدرش ان هو يستغل الكور اللي كانت بتجيله، وللاسف ما شفناش من هولندا غير بعض الهجمات على استحياء يمكن من فينالدام وديبوي، وكانت كلها محاولات فرديه، وده نظرا لان نص ملعب ايطاليا جورجينيو لوكاتيلو وباريلا كانوا هما المسيطرين.